اسمي عمار طاووز من مواليد مدينة حلب 1980. درست خريج الثانوية الشرعية في معهد التعليم الشرعي بحلب، بعد أكملت في معهد الفتح قسم التخصص، والسنة الرابعة تخرجت من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر سنة 2002، والآن أقيم في مدينة غازي عنتاب مسجل طالب ماجستير فيها، وهو هذا الماجستير الثالث اللي بسجله مؤخرا. أنا كنت في حلب، يعني اشتغلت في المجال الدعوي والاجتماعي والتجاري، كان عندي عمل خاص تجاري أشتغل فيه، بالإضافة كنت إمام وخطيب في مديرية أوقاف حلب لفترة ما. وفي سنة 2008 تكلفت بالعمل في المكتبة الوقفية في قبو جامع الكبير لإعادة تأهيل وتجهيز المكتبة الوقفية وإعادة إحيائها كما كانت قبل 100 عام تقريبا. كنت أيضا مدرس في الثانوية الشرعية في دارة عزة لفترة ما. هلأ في سنة 2012 لما ظروف ضاقت في حلب والمكان هناك أغلق المكتبة الوقفية وحلب القديمة، تم تأسيس المجلس الانتقالي الثوري في محافظة حلب، فكنت عضو مكتب تنفيذي ورئيس المكتب الإغاثي فيه. بعد المجلس الانتقالي الثوري حل نفسه وشكل مجلس محافظة حلب الحرة، وكنت أيضا عضو هيئة عامة، ولفترة انتخبت للأمانة العامة فيه أيضا في سنة 2014. في سنة 2014 في ظروف الضغط اللي صار في حلب، أصبت في تفجير إجرامي في مدينة أعزاز، تفجير يعني من أسوأ أنواع التفجير اللي صارت، استهدفت المدنيين، استهدفت الناس العزل. أنا أذكر في ذاك الوقت كان في 106 شهداء، ويعني بتقدير الله بأمر المصادفة من كم نهار كنت داخل هيك على مكان عم باخذ منه قهوة، فألاقي شخص عم يقول له للبياع، بقول له هذا عمار. التفتت وإذا أشوف الطبيب اللي هو أجرالي العمليات الجراحية في غازي عنتاب، فعانقته ولفيته وقلت له يا دكتور راسم، اسمه دكتور راسم، قلت له دكتور راسم لولا فضل الله عز وجل ثم جهودك كان هالولد معي اللي هو ابني يتيم هو وأخته. فتأثر كتير، قال لي أنتوا جيتوا، يعني أنا استلمتكم وأجريت لكم عمليات من التفجير، 4 أشخاص، 3 ماتوا وأنت الوحيد اللي تميت حي. طبعا هدول نحن عم نحكي على 4 أسعفوا إلى غازي عنتاب ومشفى يرمي بيش بالتحديد وعند هذا الطبيب. هاي يعني بالإضافة للأعداد الكبيرة جدا اللي صارت في هذا التفجير. بقيت في العلاج حوالي تقريبا 7-8 شهور، بعد الله عز وجل يعني سلم الحمد لله واستعادت صحتي، وقمت بأعمال إنسانية متعددة، والآن عملي في يعني غازي عنتاب ممثل هيئة الشورى لرابطة العلماء السوريين، وكذلك بالنسبة لغازي عنتاب وتركيا في حلب المحررة عضو الأمانة العامة للمجلس الشرعي في محافظة حلب ومدير مكتب رئيس المجلس فضيلة الدكتور عبد الله سلقيمي، الله سبحانه وتعالى يحفظه ويمده بالعافية. هاي خلاصة سريعة للأعمال للوقت الحالي. والله كرابطة علماء سوريين يعني هي نحسن نقول الجهة النقابية القطرية القائمة بعدة أعمال علمية ودعوية واجتماعية، عندها مشاريع يعني متعددة مثقت عنها عدة مؤسسات. العمل القرآني راح باسم مؤسسة إتقان كعمل تخصصي، العمل الأكاديمي باسم أكاديمية معهد مكة، بالإضافة لمشاريع دعوية واجتماعية وعلمية يعني متعددة. هلا حقيقة الساحة الإسلامية
يعني بحاجة إلى تضافر من الجهود. ففي 2014 روابط العلماء السوريين والمجلس الشرعي لحلب وروابط علماء الشام ومجموعة من الروابط ساهمت في تأسيس مرجعية ومظلة واحدة للسوريين وهي المجلس الإسلامي السوري. فالحمد لله هذا المجلس بتعاون مكوناته وأعضائه لا زال قويا ويمتد أثره وله يعني أثر كبير جدا في الساحة الإسلامية والساحة الثورية والساحة الوطنية ولله الحمد. هلا أنا بشكل خاص يعني في عندي مشروع عم بشتغل عليه، هو مشروع توثيق علماء حلب، سميته أعلام وأعيان من محافظة حلب. فكرته هذا المشروع أظهر للناس مجموعة من الأعيان والأعلام اللي لهم أثر ممتد وواسع في الساحة السورية، سواء كان على مستوى محافظة حلب أو حتى على مستوى يعني سوريا أو حتى على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي. حقيقة لأنه أعيان حلب وعلماء حلب يعني هن فئة متميزة جدا من خلال عدة نقاط. أول نقطة لهم أثر ممتد وواسع في الساحة الإنسانية. تاني نقطة يعني عندهم صلة قوية جدا في المجتمع. بدي أذكر يعني بعض الأمثلة أو مثال واحد من ذلك. لما نأتي بمثال الدكتور إبراهيم السلقيني رحمة الله عليه اللي هو مفتي حلب أستاذنا وشيخنا. الدكتور إبراهيم السلقيني إذا أخذت الجانب التربية فهو مدرس تربية لعقود من الزمان ومدير الثانوية الشرعية لفترة من الفترات صباحا، ثم انتقل بعد ذلك إلى التدريس الأكاديمي فهو مدرس جامعي. بعد هو يحضر في كل المناسبات الاجتماعية، فبشوفه بأفراح السوريين موجودين، وفي التعازي موجود، وفي عقود الزواج موجود، وحتى اللي في إصلاح ذات البين موجود، في حل الخلافات الزوجية موجود. فأثر واسع، هو مشارك في الحياة الاجتماعية ومشارك في الحياة الأكاديمية ومشارك في الحياة التربوية ومشارك في الحياة الدينية بقوة، حتى كان مفتيا لحلب في فترة متأخرة لحين وفاته رحمة الله عليه. بالإضافة إلى ذلك مشارك بقوة في الحياة السياسية، فهو مثل حلب ومثل سوريا في عهد جمال عبد الناصر، وكذلك لما تأسس البرلمان السوري في السبعينات أيضا حصل أعلى الأصوات في المجلس والبرلمان السوري مجلس الشعب، فهو مشارك في الحياة السياسية أيضا. هذا نموذج لنماذج مشايخنا وأعلام حلب، أنه هن ما مقتصرين على جانب واحد. يعني ما في حدا، إذا نأخذ الأعلام العلماء بالتخصص الشرعي، ما حدا جالس بس فقط في الجامعة بين كتبه وبمحاضراته بأروقة الجامعة ومكتفي بذلك، لا، هو مشارك في كل مفاصل الحياة العامة وبالقدر الذي يجيده في تخصصه. فأنا من خلال هذا المشروع بدي أسلط الضوء على هؤلاء الأعلام الأعيان، حتى يكونوا أول شيء نحن نحفظ حق علينا وتاريخ اللي واجب علينا نحفظ لنيا، تاني شيء حتى يكون هو قدوة وسنة للجيل الجديد. نحن الله أكرمنا وأدركنا هذا الجيل واستفدنا منهم الأشخاص وطلبة العلم والأشخاص الوطنيون الذين يريدون ويبحثون عن قدوة حسنة، فتكون إظهار هذه السيرة العطرة أنموذج معاصر قريب. هلأ من أهداف هذا المشروع أيضا أظهر أنه كيف أعلام وأعيان حلب رغم يعني الظروف الصعبة اللي مروا فيها، لكن ما لانت قناتهم للمستبدين
وما كانوا مع الظالم المستبد. لما نحكي على ظالم ومستبد سواء كان محتل فرنسي أو كان حتى محتل ومستبد بعثي، فرغم الظروف الصعبة لكن تحركوا بهوامش كانت متاحة لهم، وإن شاء الله الله عز وجل ييسر وأظهر هذه الترجمات والسيرة، سيرة المسك لهؤلاء الأعلام والأعيان. هلأ في جانب يعني من جوانب هذا المشروع هو يمكن ما نستطيع يعني أنه في صعوبة كتير شديدة بإحاطة بهذه الجوانب، لأنه هي ليست ترجمة سردية وإنما هي ترجمة تحليلية عميقة تتحدث عن الأثر والعطاء الواسع وكذلك رفض الاستبداد اللي كان في الحالة السورية. حاولت في الحد الأدنى من التراجم أرصد رصد لوفيات علماء حلب خاصة في العشر سنوات الأخيرة، حتى تكون نواة لكتابة ترجمة موسعة إن شاء الله تعالى. وأدعو كل المهتمين يعني للمشاركة في ذلك، عسى أن نفي حق أعلامنا وأعياننا في هذه البلد المباركة. طبعا اختيار أعيان وعلماء حلب ليس تعصبا لحلب، وإنما لكون أستطيع أنا يعني عايشت جزء منهم وأستطيع أن أتواصل مع أسرهم. وهذه دعوة أيضا إلى أبناء المحافظات الأخرى أن يقوموا بمثل هذه الأعمال أيضا، وأنا جاهز أن أضع بين أيديهم الأدوات التي استخدمتها في هذا المشروع. مشروع توثيق شهداء محافظة حلب، حقيقة هناك عدة جهات حاولت أن توثق شهداء الثورة السورية بشكل عام، منهم من نحى منحة الشمولي وحاول أن يوثق بشكل عام، وفي بعض الجهات حاولت أن توثق لكل محافظة على حدة تيسيرا للوصول في الظروف الصعبة التي يعني كنا نمر بها، خاصة في القصف والطيران وانقطاع أصلا يعني وسائل التواصل وعدم وجود فرق ميدانية متخصصة ترصد وتتابع الشهداء. ويعني نهضت مجموعة من الشخوص لذلك، وأنا يعني ساهمت في جزء من ذلك لفترة ما. بعد ذلك وجدت أنه يكون في نوع أيضا حتى من التوثيق التخصصي، فأخذت أنا شريحة من الشرائح وهي شريحة الدعاة والعلماء وطلبة العلم، اللي هو أنا بطابع علاقتي وتخصصي الشرعي في ذلك، فأحاول أن أرصد جميع وفيات علماء ودعاة حلب وأبين أسباب الوفاة، يعني منهم من توفي بسبب القصف ومنهم من توفي بسبب مثلا مرض ومنهم 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 أسباب متعددة. نحاول أن نبين حجم الوفيات اللي صارت للعلماء حتى نستنهض الهمم للجيل الجديد في متابعة التعليم الشرعي التخصصي وليخلفوا هؤلاء الأعلام. خلال عشر سنوات أخيرة كان هناك اجتياح يعني لنسبة عالية من الوفيات، كأستاذنا الشيخ الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه، الأستاذ الدكتور عبد الستار أبو غدة، الدكتور عبد الحسن أبو غدة، الشيخ مصطفى مسلم، أعلام كبار توفوا في العشر سنوات الأخيرة على الآباء والأمهات الواعين الذين يريدون الخير لهذا البلد أن يبذلوا فلذة أكبادهم النابهين ليتابعوا مسيرة علمائنا السابقين رحمة الله عليهم. بتاريخ 15/5/2014 كنت طالع لتركيا، بدي أتابع بعض الأعمال الموجودة بطابع عملي كنت أقوم فيه الإنساني في المناطق المحررة من كفالة أيتام ورعاية أيتام وهكذا.
كان في الوقت اللي بدي أغادر فيه المعبر، معبر باب السلامة، كان وقت استراحة من 12 للوحدة، فوقفت هيك على طرف، وكان في بعض معي بعض الأخوة راحين يعني بدون جوازات سفر، راحوا هن بالتهريب، وأنا كنت بدي أختم بشكل نظامي. كان في واقف معي الله يرحمه الشاب الرائع علي شاتيلة أبو بكر، من أبناء دارة عز، الشباب الرائعين رحمة الله عليه. فكنا واقفين هيك عم نحكي وين نطلع وين نروح لعنتاب، نروح عند الجهة الفلانية والمنظمة الفلانية ونقابل كذا، وعم مندردش بهالأحاديث وعم ننتظر يرجع يفتح المعبر، تنتهي وقت الاستراحة لأنه كانوا يوقفوا أثناء الاستراحة، نختم جوازاتنا ونتم طالعين. طبعا المكان هو كان بكراج سجو في أعزاز، مكان تجمع الناس اللي بدها تطلع، وكانوا بده أعداد كبيرة يعني بالجمعة، ونحن عم ندردش بالأحاديث، ما أحس يعني صوت انفجار قوي جدا. أنا ما عهدت يعني هذا الانفجار، مع أنه يعني يوميا عم بشوف انفجارات وبسمع صوتها وطيران، ربما يكون طيارتين وثلاثة فوقنا، لكن هذا النوع كان نوع جديد. حقيقة أنا في بدء الأمر يعني هيك للحظات غبت عن الوعي، فتحت عيني، يعني أول ما تبادر لذهني أنه القيامة قامت، كان سواد، هدوء، سكون، بعد ما كنت واقف بالكراج بضجة وكذا، كأنه القيامة قامت، وحتى صرت أشعر يعني سكرات الموت، بسكرات الموت تماما يعني الموصوفة، حتى شعرت ببرودة الرجلين. هون طبعا يعني تشهدت وصرت أذكر الله عز وجل حتى يختم لي، لأنه صرت أشوف الموت وأشعر في الموت. طبعا تلفتت حولي، كل اللي حولي ماتوا، ما في حركة نهائيا، أطلع مو بس ماتوا، متفحمين وأنا مالي عارفين الصاير لسه، لكن كأنه القيامة قامت أو يعني صار شيء، لبين ما استوعبت أنه صار تفجير وهي الناس ماتت وأنا من جملة بدأ موت، وأنا الآن هلأ بسكرات الموت. فتميت يعني أذكر الله وأتشهد، بعدها طلعت لا يعني أنا فيني روح، ما متت. حاولت أحرك إيدي، اتحركت. طبعا أنا يعني حسيت أنه وقت صار طويل كتير، مع أنه هو يعني كان عبارة عن لحظات. طلعت على علي الله يرحمه أبو بكر، ميت تماما ومتفسخ، وحتى يعني أجزاء من جسمه وأحشائه طالعة لبرا الله يرحمه، الحوالي كلهم هيك. أشوف في اثنين جايين بيطلعوا على الناس مين اللي لسه فيه روح بدهم يسعفون. طبعا شكلي كان متفحم تماما، متغير الملامح، فصرت أرفع صوتي وأحكي معه وأقول له تعا أنه أنا حي، خدني أسعفني. والله انتبهوا، حركت إيدي أو رجلي، انتبهوا أنه في حركة، فأجوا بده يشيلوني، وأنا عم بقوم أشوف في كان تشنتاي جنبي يعني هيك طالع منه الفلوس، فدخلت هيك الفلوس الردة لصاحبة وتميت، شالوني شيل ومشيت معهم، أسعفوني لكلس. إصابة في كامل الجسم، لكن كان الطرف اليمين بشكل أكتر، يعني كان عندي الطرف اليمين بشكل مركز كتير، يعني التفجير كان كتير من يعني آثار التفجير جاي على الطرف اليمين أكتر مني، فأسعفوني لكلس، بكلس سو هيك ضماد سريع وحولوني لغازي عنتاب. طبعا دخلت أنا غرفة العمليات، تم استئصال عندي يعني كتير أحشاء الطرف اليمين، من الكلية، من المعدة، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، وحتى الأحشاء الداخلية
صار فيها استئصال، وحتى كان عندي في الرقبة بالعروق الثباتي استمر نزيفه لفترة طويلة، يعني طلعت من العمليات ولسه مستمر النزيف. طبعا هذا العروق الثباتي فيه خطورة يعني في إجراء العمل الجراحي، وكانوا مترددين إنه يجروا العمل الجراحي إلا ما يجروا، والحمد لله بعد توقف النزيف بعد ساعات يعني كثيرة، والحمد لله الله عز وجل سلم. لدرجة إنه لما طلعت من غرفة العمليات بقول لك إنه الملامح متغيرة، جزء من أهلي وصلوا على المشفى، وأصدقاء يعني سنوات طويلة، يعني صداقة 20 و25 سنة، كانوا عم ينتظروني ليطمنوا عني وياخذوني من غرفة العمليات يشوفوني. فلما طالعوني طاقم العمليات ما عرفوني أهلي ولا الأصدقاء. بعد ما مشيت قالوا كأنه هذا مبين عليه سوري، خلينا نسأل مين هو، نخبر أهله، نطمن عنه، ما متصورين إنه هنا إنه أنا. وسبحان الله يعني الله عز وجل كتب عمر جديد، إنه ملامح الوجه يعني والجسم كله متضخم، الرأس وسواد يعني بالكامل. وسبحان ودخلت على بعد يعني العناية المركزة لأيام متواصلة، الحمد لله طلعت من الخطورة. بعدها صارت تجرى العمليات يعني تباعا خلال 7 شهور، الحمد لله يعني قسم كبير من آثار هذا التفجير المجرم زالت ولله الحمد. في بقيان آثار الحمد لله، لكن عم بمارس حياتي بشكل جيد ولله الحمد. الثورة السورية قدمت ما لم تقدمه أي ثورة أخرى. إذا أخذنا نحن شريحة واحدة من هذه الشرائح وهي شريحة العلماء والدعاة في محافظة حلب، أنا وبإحصاء أولي أحصيت في محافظة حلب أكثر من 250 عالم وداعية في محافظة حلب. حقيقة هذا يعني يستنهض الهمم لتوليد كوادر جديدة، والحمد لله الآن المناطق المحررة في المتبقية الآن رجعت الحياة العلمية والحياة الأكاديمية فيها كما كانت وأفضل. فنحن الآن يوجد في المناطق المحررة على امتدادها الموجود الحالي في الظروف الراهنة، هناك أكثر من 12 ألف طالب علم شرعي يدرسون العلوم الشرعية ما بين الثانويات الشرعية اللي هي يعني التوجه ذات التوجه الحكومي، وما بين المعاهد الشرعية اللي هي على غرار معهد الشعبانية والكلتاوية والفتح والفرقان والحصري. فعم نحكي على 12 ألف طالب. الشيء الجديد أنه الآن حتى خريج المعهد الشرعي، معهد مثل السابق، خريج المعهد الشرعي لما بيوصل للبكالوريا بيقدم مواد اختبار معياري، ولما بينجح بالاختبار المعياري يوضع له التعديل بالثانوية الشرعية، وبالتالي يسجل في الجامعات. هؤلاء الخريجون الآن يسجلون في الجامعات سواء كانت المناطق المحررة أو حتى في تركيا أو في قطر أو حتى في كل الدول اللي اعترفت ب يعني شهادات ووثائق الثورة السورية. فعادت الحياة التعليم الشرعي ولله الحمد. أيضا هناك توجيه مباشر وغير مباشر لخريجين الثانويات الشرعية أن يدخلوا الحياة العامة. لا يسجل الجميع في كليات الشريعة، أصلاً كليات الشريعة في النتيجة نسبة القبول فيها محدودة، مقاعد محدودة، وإنما أن يدخلوا في كل الكليات، يعني خريج الثانوية الشرعية أو اللي عدلت شهادته بالثانوية الشرعية من خريجين المعاهد الشرعية يدخل إعلام، يدخل اقتصاد، يدخل علوم سياسية، يدخل حقوق. فنحن بحاجة إلى المثقفين من كل الاختصاصات اللي هن خلفيتهم محافظة وتأسسوا خلال 6 سنوات في العلوم الشرعية التأصيلية اللي بتعطي للإنسان التفكير الصحيح
والتدين الصحيح اللي هو ما يسمى عندنا والله الحمد بالتدين الشامي. الشيء الجديد أيضا اللي صار من قريب جدا في هذا العام أنه صار في عنا ثانوية شرعية بمنهاج علمي، بمعنى أنه اللي بده يدخل كليات علمية طب وهندسة وصيدلة من الثانوية الشرعية يدرس بدل ما يدرس المواد الأدبية يدرس المواد العلمية، وهذا فتح جديد ولله الحمد. مؤسساتنا الدعوية ولله الحمد بعد أن تأسست المظلة الجامعة وهي والمرجعية المجلس الإسلامي السوري، هناك نشاط جيد لهذه المؤسسات الدينية الدعوية، سواء اللي أخذت شق أقرب ما يكون هو للشق الحكومي اللي هي إدارات الأوقاف، أو منها ما أخذ شكل منظمات المجتمع المدني الدعوية، أو منها ما يعني أخذ شكل أيضا اتحادي ونقابي. بشكل عام هناك حركة جيدة بخلاف الفترة السابقة. ظلم نظام البعث كان قيمع مؤسسات المجتمع المدني وخانقه بنسبة كتير كبيرة، يعني كان الهامش هو هامش بسيط، الآن هناك حرية متاحة جيدة. الذي يعني آمل من الله عز وجل أن يهيئ الأسباب أن تقوم هذه المؤسسات الدعوية والمبادرات على تنوعها، سواء كان منها ما يعمل في المجال القرآني، ومنها ما يعمل في المجال التدريبي، ومنها ما يعمل في مجال الدورات الشرعية التخصصية، ومنها ما يعمل في المجال الدعوي المدني أو حتى الميداني، أن تعمل بشكل مؤسساتي ومنضبط، وأن تحوكم عملها، وأن تستعين بالخبرات وبالمؤسسات التي تعنى بالعمل المؤسساتي، وأن تقوم على تدريب الكوادر البشرية عندها في هذه الأعمال المهمة لترتقي بنفسها كما ارتقت منظمات المجتمع المدني الإنسانية التي نشأت في الثورة السورية والآن هي في مراحل متقدمة والله الحمد. نأمل من الله سبحانه وتعالى ومن القائمين على المؤسسات الدعوية أن يعملوا على حوكمة مؤسساتهم وتنظيم ومراجعة هذه النظم لتكون في مصاف المؤسسات المجتمع المدني المتقدمة، وبذلك إن شاء الله تعالى نكون قد حققنا إضافة جديدة على هذه المؤسسات. يعني في الظروف اللي عم نعيشها لابد من تواصل الشباب والمجتمع السوري فيما بينه. أكيد في ظروف الحياة في أوروبا ظروف مختلفة عن الحياة اللي كنا فيها، انشغل كل شخص بخصوصياته في أعماله الخاصة، لكن الملاحظ أنه صار التواصل ضعيف كتير، ولابد من التواصل ثم التواصل ثم التواصل. يعني النصيحة الأولى والثانية والثالثة هي التواصل فيما بيننا. لابد من إيجاد مساحة مشتركة فيما بين السوريين في ظروف الهجرة واللجوء حتى تتقارب الرؤى وصولا إلى توحيد الرؤى فيما بيننا، لننزل لسوريا بإذن الله عز وجل ونكون مهيئين لإعادة يعني سوريا أفضل مما كانت بإذن الله. كلنا بحسب اختصاصه، كل واحد بحسب اختصاصه. المهم كتير كل واحد يشوف وين الهامش والمجال اللي يجيده يشتغل على ما يجيده، يعني كل صاحب اختصاص يعمل باختصاصه، وكل إنسان يعمل ما يجيده ويتعمق فيه، ويترك ما لا يجيد إلى من يجيد. كل الشكر لأخي نور الدين على برنامجه الماتع قصص النجاح اللي عم يصب وبيسلط الضوء على قصص نجاح مهمة للسوريين في أنحاء العالم.
حتى نتلمس بصيص أمل، فثورتنا كما فيها جوانب مؤلمة فيها أيضا جوانب مشرقة، رغم الظروف الصعبة والضغط بكل أنواعه الذي يمارس على السوريين، هناك قصص مشرقة وهناك قصص نجاح مضيئة. شكرا لأخي نور الدين، ونلتقي في سوريا الحبيبة بإذن الله.